فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. هل يفضل يا شيخ في هذا الزمان دفع رضاحي لبلد فقير أم ذبحه هي أفضل؟ بارك الله فيك على هذا السؤال، هذا سؤال مهم، وهو دفع قيمة الأضاحي إلى بلاد فقيرة ليضحى بها هناك. فإن بعض الناس يفعل هذا، بل يزيد على ذلك أنه يضع دعاية في الصحف أو غير الصحف لحث الناس على بعث الأضاحي إلى بلاد أخرى، وهذا يصدر في الغالب عن جهل، عن جهل بمقاصد الشريعة وعن جهل بالحكم الشرعي. المقصود بالأضحية الأول، المقصود الأول بالأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحه، فإن الذبح من أكبر العبادات، بل قرنه الله عز وجل بالصلاة، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، على القول بأن النسك هنا الذبح. فالذبح نفسه عبادة لا يمكن أبدا أن تحصل إذا أرسلت الدراهم إلى بلاد أخرى وذبحت عنك. وقد قال الله تعالى في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثانيا، أن الإنسان إذا أرسلها إلى بلاد أخرى فإنه يفوته ذكر اسم الله عليها، وقد قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله، فجعل ذكر اسم الله علة لهذه المناسك التي جعلها الله عز وجل، وهذا الذكر سيفوته إذا كان هناك، وربما يذبحها من لا يسمي أصلا. ثالثا، أنه إذا أرسلها إلى الخارج يفوته الأكل منها، وقد قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأكل والأمر بالأكل منها للوجوب على رأي كثير من العلماء، فإذا أرسلتها إلى الخارج فاتك القيام بهذا الأمر سواء كان واجبا أم مستحبا. رابعا، أنك إذا أرسلتها إلى الخارج خفت الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في بلاد المسلمين عوضا عن الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في مكة، ففي مكة الشعيرة التي تكون هناك هي الهدي، وفي بلاد المسلمين الأخرى الشعيرة هي الأضحية. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشعائر، ذبح الهدي في مكة وذبح الأضحية في البلاد الأخرى، لتقام الشعائر في بلاد الإسلام كلها. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لمن أراد الأضحية شيئا من شعائر أو من خصائص الإحرام، كتجنب الشعر، الأخذ من الشعر مثلا. سادسا أو سابعا، نسيت، نعم، لا، السادس أو السابع، أنه ربما تموت هذه الشعيرة بالنسبة لأبنائنا وبناتنا. إذا كانت الأضحية في البيت فإن الأهل كلهم يشعرون بها ويشعرون أنهم على طاعة، فإذا أرسل الدراهم ما الذي أدراهم بها فتفوت هذه الشعيرة. فنقول: من الخطأ الواضح أن ترسل قيم الأضاحي إلى خارج البلاد ليضحى بها هناك، لأن كل هذه المصالح وربما أشياء أخرى لا تحضرني الآن كلها تفوت بهذا الأمر. ثم إنه أيضا السابع، أن الناس يبدأون ينظرون إلى الأضحية نظرة مادية فقط، وهي طعام جائع، وهذا أيضا ضرر، وقد قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منكم. وإذا كنت صادقا في أن تتعبد لله بالأضحية وأن تنفع إخوانك المسلمين فضحي في بلدك وأرسل الدراهم
والأطعمة والأكسية إلى البلاد الأخرى، ما الذي يمنعك؟ لهذا أنا أرجو منكم بارك الله فيكم أن تبين الناس أن هذا خطأ، وأن لا يصرفوا ضحايا، وأن لا يصرفوا قيمة ضحاياهم إلى البلاد الأخرى، بل يضحوا في بيوتهم. ولا يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب في ذبح هديه، أو أنه بعث بالهدي من المدينة إلى مكة، لأن بعثه بالهدي من المدينة إلى مكة ضروري، إذ لا هدي إلا في مكة، لو ذبحه في المدينة لم يكن هديا. وأما توكيل علي بن أبي طالب فالرسول وكل عليه الصلاة والسلام لأنه مشغول بأمور الناس، الناس في حاجة إلى أن يتفرغ لهم، ومع ذلك أمر من كل بعير بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ما ترك الأكل منها. فنرجو بارك الله فيكم أن تحرصوا على توعية الناس. ويقال مثلا ما هو المقصود اللحم أن الفقير ينتفع به؟ أهم شيء إيش؟ التقرب لله بالذبح الذي جعله الله قرين الصلاة. وأنت لا تمنع من نفعه، وأنك ترسلهم دراهم ما في مانع.